مبارك سيد أسليهان. سلمت سيد أرطغرل. ليسعدكما الله. سلمت بامسي. كن أمام باب القلعة عند الشروق تورغوت. تحت أمرك سيدي. مبارك. أمي ابنتي بسعادتي إن شاء الله، وليرزقكما الله الذرية الصالحة. شكرا لك أمي. ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله. أسعدكما الله. سلمت أختي. ولدي، ليطل الله عمركما لتشيخا معا بالرفاه والبنين إن شاء الله. آمين أمي. بارك الله في تورغوت وبارك بعروسه. 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 الأهالي ينتظركما، هيا تفضلوا. بارك الله في تورغوت وبارك بعروسه. 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 هيا هيا يا أخوتي. هيا 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 أسعدكم الله. ليبارك الله لهما. آمين. ما شاء الله. بارك الله في تورغوت وبارك بعروسه. 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 سامحيني سيدتي أرجوك.
من الآن فصاعدا كل الامتحانات وكل العواقب سوف نمر بها معا عزيزتي أسليان. وأنا من الآن سأكون الزوجة الوفية المخلصة، وسأقف معك طوال العمر ترغوت. إن شاء الله أسليان، إن شاء الله. غدا عندما سترفرف رايتنا على أسوار قلعة كارجيسار، ستلمع تشافدار كالنجوم في السماء. ستذهبون للحرب غدا؟ عند شروق الشمس سنذهب إلى القلعة. هل ستذهب إلى الحرب في يوم زفافك؟ القتال هو زفافنا الحقيقي. لقد حان الوقت للوقوف في وجه الأعداء، وإن كتبت الشهادة لي غدا فإنما يستشهد عريسا يكون عريسا للأبد. لتكن غزوتكم مباركة، وليكن سيفكم حادا. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذه الدنيا؟ لماذا يثقب قلبي دائما؟ فعلت بمحبوبتي ما لم أفعله بأعدائي، لكنها غدرتني ودمرت كل أحلامي. حتى أصبح طعم شرابي كالوحل في فمي. ما دام قلبي قد رمي على الأرض هكذا، ما دام فرحي بقي ناقصا ولم يكتمل، فلن أجعلكم تذوقون راحة في الدنيا. أرطغرل، أنا سأخذ ثأري منك، ستئن من آلامك. وإن لم أجعلك تدفع ثمن ما فعلته، فلن أكون
الأمير سعد الدين كوبيك وسوف ترى. Oh.